كابتن هشام يكن نجم الزمالك الكبير ونجم منتخب مصر منور النادي الاهلي. انا سعيد طبعا جدا ان انا موجود طبعا في النادي الاهلي، وطبعا يعني يعني انا حسيت اجيت قبل كده كتير يعني اللي كنت مرنته هنا في ملعب نادي الزمالك تقريبا وطبعا كان في وبعد كده انا عايز اقول لك ان الكابتن كان داخل 51 هنا طبعا كان هنا من نجوم النادي الاهلي الكابتن كان حسين يعني هو كان الكابتن زكي الله يرحمه برضه زكي عثمان وعندي الحاجات المستندات دي كنت لسه بتابعها اليومين اللي فاتوا طبعا يعني طبعا نادي الاهلي ونادي الزمالك ناديين كبار وليهم جماهيريتهم وليهم حبهم للناس وليهم حاجات كتير قوي يعني احنا بنبقى سعداء ان الروح الحلوه اللي طبعًا موجوده طبعا ده الاساس طبعا يعني انا شايف ان طبعا الاستقبال جميل جدا وطبعا يعني حاجه نفخر بيها يعني ان احنا طب قول لي الاول عجبتك الحلقه بتاعتك جميله كان ردود الافعال ايه بقى قول لا 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 الناس كلها كانت بصراحه كانت سعيده جدا بالحلقه شافت بيها حاجات كتير جدا ده علشان عايزين نرفع دايما الـ لازم يفهموا ان التعصب نعم الروح الرياضية واكسب واخسر واكسب واخسر يعني يعني الواحد بصراحة انا النهارده مثلا من الناس اللي كنت بلعب بقوه مثلا قدام ماتشات الاهلي والزمالك ومع ذلك التكريم الجميل اللي عمله طبعا النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب طبعا وحضراتكم طبعا دي حاجه الواحد بيفتخر بيها ان انا قدرت اسيب بصمه جميله جدا عند جماهير النادي الاهلي نفسها يعني مع اني كنت يعني لاعب بيقولوا عليا شرس شويه لكن في الملعب بعد المباراه لا كل حاجه اصحاب وحبايب انا كان اصحابي اللي كنت على طول بخرج معاهم زكريا وعلاء ميهوب وحسام حسن وابراهيم يعني طب قول لي التجمع بقى النهارده مش اهلي بس ده اهلي وزمالك واسماعيلي ومقاولين وترسانه وكل انديه مصر شاف التجمع النهارده ازاي في النادي الاهلي لا ده حاجه اولا ده تكريم للرياضه عامه النادي الاهلي نادي كبير جدا ونادي طبعا من الانديه العظيمه اللي موجوده على المستوى الكره الافريقيه والمصر وطبعا عشان برضو ما نقولش ما بقاش فيه حساسيه ونادي الزمالك نفس الموضوع يعني الانديه الكبيره دي لما بتكرم حد والنجوم كبار بتبقى ليها صدى كبير جدا عند الناس طبعا احنا سعداء ان طبعا التجربه دي تبقى موجوده هنا وموجوده الناحيه الثانيه برضو يبقى في استضافه لان هي دي الروح المكسب وده اللي هيدوم في الاخر ده اللي هيدوم الصداقه والحب الله يخليك طيب اتفضل 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 والدة حبيبي وصاحبي واخويا محمد عبد الوهاب الله يرحمه منوره النادي الاهلي تعيش يا كابتن ربنا يخليك قولي لي بقى شفتي الحلقه وعجبتك ايوه افتكرتي الايام الحلوه والذكريات الحلوه في الحلقه افتكرت ايوه وكانت ممتازه وكنت منورها انت قوي ده انت الحقيقة منوره الدنيا كلها والله قلتي كلمه في الحلقه محمد كانت روحه في النادي الاهلي لما مات جوه النادي الاهلي يعني كلمه كانت مؤثره في الناس كلها لما انت قلت الكلمه دي ما هو صحيح كان روحه بيتمنى تراب النادي الاهلي وكان دايما يقول انا اموت في نجيله النادي الاهلي لما مات على نجيله النادي الاهلي النهارده في الفطار بقى وانت مشرفانا كابتن محمود الخطيب هيكون موجود النهارده في الفطار وكان حريص انك تكوني موجوده النهارده والله ربنا يخليه يا رب ودايما على طول ودايما النادي الاهلي بيتنا الكبير ويخلي الكابتن على طول ودايما من نجاح لنجاح ان شاء الله ان شاء الله محمود بقى اخو محمد الله يرحمه قول لي بقى شفت الحلقه وعجبتك طبعا شفتها جدا كانت حلقه كويسه جدا بقالك فتره ما جيتش النادي الاهلي انت صح اخر مره ساعه التكريم بتاع العشرة كنت مشرف ومنور النهارده بقى هتكون موجود وفي نجوم القدامى بتوع برنامج رد الجميل انت شفت الاول برنامج رد الجميل تابعته بتابعه بشوف عجبك جدا يا كابتن والحمد لله احنا ابتدينا حلقاتنا بالعظيم محمد عبد الوهاب الله يرحمه كل سنه وانتم طيبين ومشرفينا في النادي الاهلي تعيش يا كابتن ربنا يخليكم يا رب اتفضل ودايما على طول عقبال كل سنه وانتم طيبين اتفضل
دكتور حسن مصطفى منور بيتك النادي الاهلي. سامة متشكرين يا حبيبي، ربنا يخليك، الف الف شكر، كل سنه وحضرتك طيب وحياك طيب. قول لي بقى، يعني عايز اسمع رايك النهارده في التجمع اللي هيكون كل الانديه موجوده النهارده، مش اهلي بس، ده اهلي وزمالك واسماعيلي وترسانه. دي حاجه طبعا مش جديده على النادي الاهلي ان هو بيحتضن الناس كلها، لان النادي الاهلي يعني ده معقد من معاقل الرياضه على مستوى العالم كله، مش على مستوى مصر فقط. ومن هذا المنطلق يعني مش جديد على النادي الاهلي، وخصوصا في الايام الحلوه اللي احنا فيها دي، ايام رمضان، ربنا يعود علينا. حضرتك انت اللي منورنا والله في النادي الاهلي. ربنا يخليك كابتن اسامه، وكل سنه وحضرتك طيب يا دكتور. ربنا انت طيب يا كابتن اسامه. اتفضل يا دكتور. اتفضل. كابتن حسن شحاته نجم الزمالك ونجم منتخب مصر منور في النادي الاهلي. الله يخليك كابتن اسامه، منوره بيكم وباعضاء مجلس الاداره واعضاء العاملين في 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 النادي الاهلي. وده طبعا كويس ان احنا جايين في رمضان ونتقابل في رمضان، لان طبعا هيبقى حاجه جميله في شهر كريم، فربنا ان شاء الله يا رب يكرمنا جميعا ان شاء الله. ان شاء الله. قول لي بقى لك كم سنه ما دخلتش النادي الاهلي؟ من ساعة ما كنت في المنتخب، يعني من 2010 2011 يعني ما دخلش النادي الاهلي، لان احنا كنا طبعا كنت على طول بتيجي وحياتك ماسك طبعا مدير فني منتخب مصر. بالظبط كده، زيارات متكرره، كنت باجي دايما قبل اللعيبه والكلام ده كله. بس من بعد ما سبت المنتخب خلاص، يعني تعتبر مش انقطعت علاقتي بالنادي الاهلي، لا علاقتي موجوده بالنادي الاهلي، واحنا النهارده موجودين طبعا. انت منورنا على افطار الشهر الكريم ان شاء الله. كابتن حسن وكابتن محمود الخطيب، لقطه شهيره، ماتش اهلي وزمالك وهم بياخدوا الاثنين ايد بعض وبيروحوا درجات جمهور الزمالك وجمهور الاهلي، لقطه بتفضل في اذهان الجماهير المصريه. يا ريت الجماهير تفضل فاكره المنظر ده على اساس يعرفوا ايه العلاقه اللي بين لاعيب الاهلي ولاعيب الزمالك، وعلاقه قائمه ودائما ابدا، يعني علاقة طيبة جدا ما بين الكابتن حسن شحاتة وكابتن محمود الخطيب. وهو مصطفى عبده ومصطفى يونس ومجموعة كبيرة جدا، ولسه مقابل طاهر الشيخ لما كنت في نادي الجزيرة، فعملية يعني كلها الحمد لله رب العالمين. العلاقة الحمد لله كويسة معايا بشكل كبير جدا جدا، وانا علاقتي كويسة جدا جدا مع اغلب لعيبة النادي الاهلي طبعا، بقيادة اللعيب الكبير قوي محمود الخطيب. شايف النهارده، واحنا النهارده عندنا افطار جماعي في النادي الاهلي بنجوم كل الانديه، كويس. اهلي، زمالك، اسماعيلي، ترسانه، مقاولين، محله، منصوره، المنيا، هتلاقي تجمع جميل كبير النهارده. طبعا على راس القائمه حضور الكابتن حسن شحاته والكابتن محمود الخطيب النهارده. ربنا يخليك يا كابتن اسامه، وطبعا هو دي مش حاجه جديده على النادي الاهلي، او مش حاجه جديده على انديتنا كلها. أيه. يعني في الشهر الكريم ده بالذات، يعني في الشهر الكريم ده كده بيضم اغلب لاعبي الانديه في مصر، واللي لهم علاقات من الستينات والسبعينات مرورا بالايام دي كلها. ربنا يا رب يديك الصحه طول العمر، والايام الحلوه دي ترجع تاني ان شاء الله. يا رب يا سامي، يا ريت ان شاء الله.